الأخيرة أنا بديلها، خليها أشوف بطنها بسرعة. هاي، ازيكم أصحاب؟ عاملين ايه؟ أنا سارة ودي ألعابي، ويلا بينا نشوف هنلعب ايه مع بعض. عندنا لعبة جديدة، ويلا يا مي بنسلمها على أصحابنا. هاي، ازيكم أصحابي؟ عاملين ايه؟ أنا مي. يلا بينا نشوف لعبتنا. ودي أصحابي شنطة الدكتور، ويلا بينا نشوف ايه اللي جواه. أول حاجة نطلع النضارة، هي أصحابي تتفك، وده مقياس حرارة يتحط تحت الباط، ودي إبرة هي أصحابي، وعندنا كمان سكينة تقطع البط، وعندنا مقياس حرارة برضو بتاع البق، وعندنا كمان بلاستر، فيه هنا شكل بطيخة، فيه هنا شكل معرفش. دي يا اصحابي تكون الروشتة، بنكتب فيها الدواء بتاع العيانين. ودي يا اصحابي السماعة بتاعة الدكتور. ودي يا اصحابي بنحط فيها الحاجات الوحشة. ودي يا اصحابي يكون المقص. وعندنا كمان سكينة تانية، عندنا كماشة بتحوش السنان كده، وعندنا ملقط، وعندنا قلم اهو، ده ملقط، عندنا اصحابي كشاف. ياه، الطريق كان زحمة قوي. مايبل، عندنا كم حالة النهاردة؟ خمسة. خمسة؟ طب هاتي لي واحدة بتنوك. ما ايه؟ كوكي. بس بس طلي بوك. بس 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 يا روزة، اسمك جميل كفاية، اسمك لونك أبيض وبيضة. البو ضعيف. ايه ده؟ البو ضعيف قوي، حاول اعالجها. ماشي، اول حاجة اشوف سنة كشاف. خليني بقى اشوف ايه السنة تاني موجودة. ماشي،
تقوليش انا خالصة. خليني اديلها بس بس بطلي عياط بس 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 مجرد ايه بس بس مجرد ايه بس خليني اشوف لها زينة في بلغة خليني اشوف لها من تحت بطها بس بس بتطلع بس بس ايه ده؟ ده حاجات عالي قوي ماي بن في عندنا بتاع سخونة طيب هديك بس بس بطلع بس يا مايدي خدي شيلي ده ودي عند مامتها حالا السخونة تنزل خدي يلا مايدي هاتيلي تاني حاجة اسمها ايه؟ اسمها سارة تشتكي من ايه؟ ركع بتركع ماشي خليني اشوف قلبها قلبها كويس اقدر دلوقتي اشوف بقها درجة حرارته كويسة دي عالية جدا بس 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 خليني اشوف بسرعة بس 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 شكة واحدة بس شكة واحدة بس دلوقتي نكتب لها على دواء لا على الدواء ده ولازم تجيب لها العلاج ده اتفضلي يا مايبن يلا هات العيان الرابع خدي تتعورت بسرعه تعورت في ايديها وهي كده الجرح اوه الجرح ده كبير والدم كله نزل فيه
الإبرة. بس بس ودمع عالي جدا. دلوقتي هيجي يشوف قلبها. قلبها كويس. بس بس خلص خلص اخيرا ربطنا اللي اشوف بطنها بسرعة. قلبها كويس. خلينا نخفى العلاج مرهم ده وده. ده كمان مايبل. خدي ولازم يجيبوا لها كل المرهم ده. اتفضلي يلا يا مايبل هاتيلي. بصي دي اصلا عيانة وعندها ايه؟ ترسبي وجعها. ترسبي وجعها ماشي. افتحي بقك. شرط قوي دلوقتي اجيبي من الارض بسرعة بسرعة. درسها شوف خالص. دلوقتي انا عايز حاجات كتيرة. عايز ده عشان احوش الجذور. افتح بقك. بس كده نجيب بسرعة. اوبا درس الوحش اهو. نركب لها على درسها. لازم تاخد ايه بسرعة. بسرعة بسرعة بسرعة. بس كده مايبل. خلاص اهو كل ده عليك. اتفضلي. ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا باي باي. Oh, yeah.